أهلا ومرحبا بكم في قناتي خش ليلى فصيل. في الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم فيه طريقة عمل بيري بالكروشيه، كتجي زوينة أنيقة. استعملت صوف ديال العبار على في 30، والإبرة رقم 3، نبدأ بالدائرة السحرية ندخل الإبرة أسفل الخيط الأول ثم نسحب الخيط الثاني، نترك الخيط القصير ونسحب الخيط الطويل، ثم نبدأ بثلاث سلاسل البداية ونعمل غرزة الحمصة ثم نسحب الخيط ونعمل سلسلة واحدة. نعمل مرة أخرى غرزة الحمصة، واحد اثنان ثلاثة، ثم نسحب الخيط ونعمل سلسلة. نعمل مرة أخرى غرزة الحمصة، سلسلة واحدة، ثم نتابع بنفس الطريقة في المجموع يكون 8 غرز حمصة. عملت 8 غرز حمصة في المجموع، نسحب الخيط القصير لغلق الدائرة، نعمل غرزة منزلقة، ثم ما بين غرزتي حمصة عملنا سلسلة واحدة. سنعمل في نفس السلسلة غرزة منزلقة لكي نبدأ الشغل من الوسط. نبدأ بثلاث سلاسل لعمل غرزة الحمصة، ثم سلسلة واحدة في نفس المكان نعيد غرزة الحمصة الثانية. نسحب الخيط سلسلة واحدة، ثم ما بين غرزتي حمصة عندنا سلسلة، نعمل غرزتي حمصة في الوسط، سلسلة غرزة الحمصة الثانية، ثم نعمل سلسلة واحدة ما بين كل غرزتي حمصة، نعمل غرزة حمصة سلسلة غرزة حمصة. غرزة حمصة سلسلة، غرزة حمصة أخرى في نفس المكان،
سلسلة أخرى ثم نتابع بنفس الطريقة. عملت في المجموع 16 غرزة حمصة. نعمل سلسلة واحدة ثم نغلق بالغرزة المنزلقة. نعمل في السلسلة ما بين غرزتي حمصة غرزة منزلقة لنبدأ الشغل من الوسط. نعمل 3 سلاسل لعمل غرزة الحمصة. ثم سلسلة واحدة في نفس المكان غرزة الحمصة الثانية. سلسلة واحدة ما بين غرزتي حمصة نعمل غرزة واحدة. سلسلة واحدة ما بين غرزتي حمصة نعمل غرزة حمصة سلسلة غرزة حمصة. سلسلة ما بين غرزتي حمصة نعمل غرزة حمصة واحدة فقط. سلسلة واحدة نعمل غرزتي حمصة ما بين كل غرزة نعمل سلسلة، وفي الغرزة الموالية نعمل غرزة حمصة واحدة ثم نتابع بنفس الطريقة 2 1 2 1 2 1 ثم نتابع. وصلت إلى نهاية الدائرة في المجموع 24 غرزة حمصة. الآن نغلق بالغرزة المنزلقة. ثم في السلسلة نعمل غرزة منزلقة لبداية الشغل من الوسط. 3 سلاسل لعمل غرزة الحمصة. نعمل غرزتي حمصة في الوسط السلسلة، غرزة ثانية. ثم سلسلة فوق غرزة الحمصة اللي عملنا الواحدة نعمل فوقها غرزتي حمصة. ما بين كل غرزة نعمل سلسلة. ثم ما بين غرزتي حمصة نعمل غرزتي حمصة. ما بين كل غرزة دائما سلسلة. سلسلة ثم نعمل فوق الغرزة الواحدة غرزتي حمصة.
سلسلة ثم نتابع بنفس الطريقة. وصلت إلى نهاية الدائرة. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 22, 24, 24, 26, 27, 28, 30, 32 غرزة في المجموع. سلسلة ثم نغلق بالغرزة المنزلقة، ثم نعمل في السلسلة غرزة منزلقة لبداية العمل من الوسط. نبدأ بثلاث سلاسل لعمل غرزة الحمصة، نعمل غرزتي حمصة في الوسط في نفس المكان. سلسلة ثم وسط الغرزتي حمصة، نعمل غرزتي ما بين كل غرزة سلسلة دائما لتوسيع الدائرة. نعمل ما بين الغرزتي حمصة، ثم نعمل ما بين الغرزتي حمصة ونتابع بنفس الطريقة. وصلت إلى آخر دائرة، ثم غلقت بالغرزة المنزلقة في الوسط بين غرزتي حمصة، نعمل غرزة منزلقة لبداية الشغل من الوسط، 3 سلاسل ثم غرزتي حمصة في نفس المكان، غرزة سلسلة ثم الغرزة الثانية. سلسلة الآن لتكبير دائرة. في السلسلة نعمل غرزة حمصة واحدة لتوسيع الدائرة. سلسلة ثم بين الغرزتين نعمل غرزتين، ما بين كل غرزة دائما سلسلة. غرزتين في السلسلة نعمل غرزة واحدة لزيادة عدد الغرز ولتكبير الدائرة. بين الغرزتين نعمل غرزتين. ثم في السلسلة نعمل غرزة واحدة. ثم نتابع بنفس الطريقة.
نهاية السطر، غرزتي خمسة، غرزة خمسة واحدة، غرزتي خمسة، غرزة واحدة. ثم قمت بتكرار السطر الموالي بنفس الطريقة، فوق غرزتي خمسة عملت غرزتي خمسة، وفوق غرزة خمسة واحدة عملت واحدة. واحد اثنان، واحد اثنان. ثم أغلقت السطر بالغرزة المنزلقة. في الوسط بين الغرزتين الغرزة المنزلقة 3 سلاسل، نعمل غرزتي خمسة في الوسط. فوق الغرزة الواحدة نعمل غرزتين لتوسيع الدائرة. سلسلة ثم ما بين الغرزتين نعمل غرزتين. سلسلة ثم فوق الغرزة نعمل غرزتين، ثم نتابع الدائرة بنفس الطريقة. هذا هو شكل البيري. بالنسبة للطريقة، باقي الأسطر، السطر الموالي عملت نفس الطريقة، السطر كله غرزتي خمسة، ما بين كل غرزتي خمسة نعمل غرزتي خمسة. عندما أنهيت السطر، بالنسبة للسطر الموالي ما بين غرزتي خمسة عملت غرزتي خمسة. ثم لتكبير الشغل، في السلسلة عملت غرزة خمسة واحدة. ما بين غرزتي خمسة عملت غرزتي خمسة. ثم في السلسلة التي توجد أمامها نعمل غرزة خمسة واحدة لتكبير الشغل. ثم نتابع السطر كله بنفس الطريقة، نعيد نفس العمل في السطر الموالي، ما بين غرزتي خمسة عملت غرزتي خمسة، فوق غرزة خمسة واحدة عملت غرزة خمسة واحدة. ثم نتابع السطر بنفس الطريقة. بالنسبة للسطر الموالي كله غرزتي خمسة مرة أخرى، ما بين كل غرزتي خمسة عملت غرزتي خمسة، فوق غرزة خمسة واحدة عملت غرزتي خمسة. السطر كله بغرزتين، ما بين كل غرزة دائما سلسلة. نعيد نفس الشيء في 3 أسطر، كلها غرزتي خمسة ما بين كل غرزتي خمسة، غرزتين ما بين كل غرزتي خمسة، 3 أسطر بنفس الطريقة. في السطر الموالي ما بين كل غرزتي خمسة عملت غرزتي خمسة. ثم تناقص
ما بين كل غرزة حمصة عملت غرزة واحدة، ما بين كل غرزة حمصة نعمل غرزتي حمصة، ما بين كل غرزتي حمصة غرزة حمصة واحدة، 2 1 2 1، ونتابع السطر. ثم نعيد نفس الشيء في السطر الموالي، ما بين كل غرزتي حمصة نعمل غرزتي حمصة، فوق غرزة حمصة واحدة عملت غرزة حمصة واحدة. نعيد نفس الشيء في السطر. ثم بالنسبة للسطر الموالي تناقص، ما بين كل غرزتي حمصة عملت غرزة حمصة واحدة، فوق غرزة حمصة واحدة عملت غرزة حمصة واحدة، السطر كله بغرزة حمصة واحدة. بعد ذلك في السطر الموالي، ما بين كل غرزتي حمصة، عفوا، ما بين كل غرزة حمصة والأخرى نعمل غرزة حمصة واحدة، ما بين هاد الغرزة الواحدة والأخرى عملت غرزة حمصة واحدة. نفس الشيء نعيد في السطر الموالي. ثم نحصل على هذا الشكل. بعد ذلك نعمل 1 2 3 4 5 6، 6 أسطر بغرزة حشو. شكل البيري. بالنسبة للقياس بالسنتيم، واحد وثلاثون، أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة. إذا أعجبكم فيديو اليوم اضغطوا على إعجاب وترك تعليق أسفل الفيديو.